السلام عليكم. اليوم نتكلم على الأشغال اللي بقات كانت مأجلة نتاع مركب عنابة، واللي الآن راهي بعد ما انتهت الأشغال في الجهة الفي بي والجهة يعني اللي كانت فيها استعجال باش تكمل، الآن نشوف الأشغال نتاع اللي كانت من جهة مقابلة من جهة أخرى. نلاحظ أنه حتى هذه راهي بدأت العملية تاع الانتهاء منها، ويعني التحدي اللي كان من قبل نتاع اكتمال كل الأشغال في قبل يعني انطلاق يعني الموعد تاع الشان، يعني الظاهر هو أنه الحمد لله الأشغال راهي انتهت يعني كلية، وشي يعني نفتخر به ونثمنه وننوه بال يعني لكل المشاركين، يعني الشركات اللي كانت قائمة بدورها في يعني إنجاز هذا التهيئة في ظرف وجيز، يعني ظرف 6 أشهر. إذن هذا هو يعني مركب عنابة سوف يكون جاهزا كاملا، هذا اللي كنت متخوف منه من قبل، لكن الحمد لله الأمور راهي ماشية يعني حسب المواعيد، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.